السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وبركاته. النهاردة هنكمل باقي الفحص البراز الكامل، هنتكلم على الجزء الخاص بالباراسايتولوجي. البارا طبعا او الباراسايتولوجي في البراز او عموما بنقسمها classified into categories: البروتوزوا والهيلمنسز. البروتوزوا اللي هي الحيوانات الأولية، أوكي، بروتو يعني بدائي وزوا جاية من حيوان، والهيلمنسز اللي هي الديدان المفلطحة. أول حاجة هنتكلم عليها من البروتوزوا هو الانتاميبا هيستولوتيكا. طبعا الانتاميبا هيستولوتيكا عشان نعمل لها ديتكشن في الستول ليها تو انفستيجيشن: التروفوزويت ستيج اللي هو الطور نفسه او التروفوزويت طفيل نفسه او السيست. طيب في طبعا جزء مهم جدا هنفرق في الاخر بين كل الانتاميبا للناس اللي ما بتقدرش تفرق، طبعا يمكن الجزء ده مهم جدا. طيب التروفوزويت ستيج بتاع الانتاميبا شكله عامل ازاي؟ اولا ان هو يعني بيبقى موجود فيه، بيبقى engulfing اللي RBCs. يبقى اول ما بنلاقي RBCs جوه تروفوزويت يبقى نعرف ده ان هو الانتاميبا هيستولوتيكا. شكله طبعا متغير، الشيب بتاعه مش ثابت، بيتحرك عن طريق البسيودوبديا اللي هي الاقدام الكاذبه. السايز بتاعه بيكون من 18 ل 40 مايكرون، اوكي. كمان السيتوبلازم هنلاقي فيها بروتين وهنلاقي فيها نيوكلاس. النيوكلاس بتاعته سفيريكال ان شيب يعني مدوره، وهنلاقي دم النيوكليي بتاعتها في الوسط. ولما نيجي نعمل صبغه زي الايودين النيوكلاس ما بتتصبغش، او الكروماتيد دهيا ما بتتصبغش. كمان ازاي بيحصل ترانسميشن للانتاميبا هيستولوتيكا؟ بيحصل ترانسميشن عن طريق الفيكال اورال روت، يعني الحاجه اللي هي contaminated بالفيسز، او مثلا كان اكل مش نظيف، فود او ووتر contaminated معاه فيها التروفوزويت او السيست بتاع الانتاميبا هيستولوتيكا، بيحصل الانفكشن عن طريق هذا الروت. يعني ايديا اتعصت مثلا من الستول واتحطت في بق، خاصة في الاطفال، وحطتها في بقها، فبالتالي جالها انتاميبا هيستولوتيكا. طبعا هي بتسبب اميبويك ديسونتري، خاصة بقى لما بيكون الانتاميبا هيستولوتيكا بيحصل له ايه؟ لما بيتاكل عن طريق طبعا الاورال، بيهاجم اللارج انتستين او الامعاء الغليظة، وبعد كده ان هو بيبدأ يروح للليفر عن طريق طبعا الروت بتاع اللارج انتستين، ويعمل ايه؟ ويعمل ليفر ارسل او بيسبب قرحة في الكبد. ازاي نقدر نعمل ديتكشن ليه؟ طبعا اول حاجه ان احنا بنكولكتنج الستول ايه فريش، اوكي، ونبدا ان احنا نحط نقطه ايوسين. الايوسين ما بتصبغش الطفيل ولكن بتصبغ الباك جراوند بالبربل، فبالتالي بنقدر نعمل ديتكشن للستول خاصه بالويت بالويت ان احنا بنحط صلاين عادي، نقطه صلاين زي ما احنا كنا بنستعمل في الفحص اللي هو الدايركت ميثود، ونحط نقطه ايوسين. الايوسين بيصبغ الباك جراوند باللون البامبا، فبالتالي بنقدر نشوف حركه الطفيل في الفريش ستول. كمان احنا بنشوف في الستول السيست. السيستك ستيج بيبقى شكله ايه؟ السايز بتاعه حجمه بيبقى كبير، الشيب بيبقى مدور، كمان بيبقى surrounded by highly particles membrane called cyst wall. بيكون السيست بتاعه واضح جدا، والوول ريجيد يعني ماسك نفسه. النيوكلاس بنلاقي من 1 لـ 4 نيوكلاس، اوكي، ودايما دايما دايما النيوكلاس بتاعته ما بتتصبغش. كمان عندنا ده طبعا الشكل والاكزامينيشن بتاع التروفوزويت وبتاع السيست زي ما هو، وكمان هنزل فيديو. تاني
حاجة بنعمل ديتكشن ليها في الستول الانتاميبا كولاي. الانتاميبا كولاي برضو ليها تروفوزويت يعني طفيل وليها سيست، والاتنين يمكن شبه بعض كتير وناس كتير ما بتعرفش من تفرق ما بينهم وبين انتاميبا هيستولوجيكا. النهاردة ان شاء الله هعرفكم وازاي تعملوا ديتكشن وتفرقوا بسهولة بين الاتنين. التروفوزويت بتاع الايكولاي بيكون أكبر شوية في الحجم، بيكون من 15 ل 50 ملي متر. كمان الموتيليتي بتاعته بنلاقيه طبعا الحركة بتاعته مش بيتحرك بالأقدام الكاذبة، هو بيتحرك بالأقدام الكاذبة ولكن حركته بطيئة مش زي الانتاميبا هيستولوجيكا، يعني بنلاقيه زي واقف في الشكل. كمان النيوكلاس بقى فيها بتصبغ، يعني احنا لو حطينا ايودين او ايوسين بتصبغ النواة، انما في الانتاميبا هيستولوتيكا ما بتنصبغش. كمان بنلاقي الكريموسوم او الكروموسوم الموجود جواها اللي هو الكاريوسوم بيكون ايه، بيكون نير الايج، يعني ما بنلاقوش في الوسط زي الانتاميبا هيستولوتيكا. كمان احنا يمكن في التروفوزويد بتاع الانتاميبا هيستولوتيكا بنلاقي اوربيسيز، انما هنا ما بنلاقيش اوربيسيز، بنلاقي ايه، بنلاقي بكتيريا وبنلاقي كروماتين موجود جوه التروفوزويد شيب. كمان النيوكلاس بتاعته بتكون يعني مدوره وزي ما قلنا ان هي بتنصبغ. ده شكل انتاميبا كولاي، بنلاقي الانويه كلها مصبوغه، بنلاقي الكاريوسوم بتاعها بتاع النيوكلاس نير الايج بتاع النيوكلاس، فدايما ده الفرق ما بينه. كمان مش هنلاقي اوربيسيز، يمكن هنلاقي في الانتاميبا هيستولوتيكا جواها حاجات مدوره اوربيسيز، انما هنا ما بنلاقيش اوربيسيز، بنلاقي ايه، بنلاقي بكتيريا وبنلاقي جلايكوجين فاكيولز. السيست بتاع الانتاميبا كولاي بيكون اكبر في الحجم، بيكون بيحتوي من 4 ل 8 انويه. كمان ان الكاريوسوم اللي في النيوكلاس بيكون نير ابر، يعني ما بيبقاش في الوسط، بيقبل صبغه، بتلاقي صبغات واضحه جدا، النيوكلاس بتصبغ. كمان ده جزء مهم جدا للتفرقه، طبعا هنتابع بعد كده. اللي بتفرق بين الانتاميبا، جبت لكم صور كتير عشان تفرقوا بين انتاميبا هيستولوتيكا والانتاميبا كولاي. هنا ادي الانتاميبا هيستولوتيكا التروفوزويت بتاعها بيكون ايه، يعني الشيب بتاعه على هيئه شويه بيضاوي، هنلاقي جواه هنا دول ار بي سيز، الانتستينال ار بي سيز، هنلاقي النيوكلاس الكاريوسوم بتاعها في الوسط، ما بتنصبغش، يعني مش مصبوغه لو حطينا اي صبغه. كمان السيست بتاعها بيكون مدور، اصغر في الحجم شويه، فيها عندنا كروماتين اوكي، وفيها 4 نيوكلاس، من 1 ل 4 نيوكلاس. ده على طول اول ما بنشوفه بنعرف ان هو انتاميبا هيستولوجيكا. طيب الانتاميبا كولاي شايفه الشيب بتاعه، تروفوزويد بتاعه عامل ازاي، حجمه شويه بيضاوي، ما بيتحركش بسرعه زي الانتاميبا هيستولوجيكا اوكي. في عندنا جواها هنلاقي كروماتين وهنلاقي بكتيريا او يعني في جرانيولز، وهنلاقي بكتيريا.
كمان السيست بتاعها بيكون من 1 لـ8 أنوية زي ما قلنا، وكمان هنلاقي كروماتين بودي، وهنلاقي دايما ان الكايروسوم مش في الوسط ولكن عند احد الاطراف. ادي بقى الصورة بالصبغة، هنا التروفوزوي بتاع الانتاميبا هيستولوتيكا بيضاوي، الكروماتين هنلاقي النيوكلاس هنا، الكاريوسوم مش مصبوغ، هنلاقي اوربسيس جواه، وكذلك هنا برضو الاي هيستولوتيكا ودايما هنلاقي الكاريوسوم بتاعها في الوسط. هنا الايكولاي هنلاقي جواه ايه بكتيريا، ولا الكاريوسوم هنا النواه مصبوغه عن الايه الانتاميبا هيستولوتيكا، وهنلاقي هنا في السيست بتاعها من 4 لـ8 أنوية. ده الفرق الواضح بين السبيشيز التو سبيشيز. طبعا دي تفرقة بين الاي هيستولوتيكا والكولاي والاي نانا اللي هو الانتاميبا نانا، سواء كان في السايز او في الموتيليتي. طبعا بالسيدوبيديا هنا الاي هيستولوتيكا بتتحرك بالبسيدوبيديا، كمان اللي هو الاقدام الكاذبة انكلودد فيها ار بي سيز جواها، هنلاقي الاي كولاي فيها بكتيريا وكريستالز بس ما فيهاش ار بي سيز. الصبغة هنا اللي هي هيستوليتيكا ما بتصبغش وما بنقدرش نشوف النواة في الصلاين ولكن بنلاقي موفمنت. هنا الايكولاي بتنصبغ وبتبقى ظاهرة جدا. كمان الايودين هنا بريبريشن، هنا ما بنقدرش النيوكلاس نشوفها انفيزابل، هنا تبقى في الاي انفيزابل. كمان هنا الديفرنشيشن بين السيست سواء في النيوكلاس او الكاريوسوم، هنا الكاريوسوم بتاع الاي هيستوليتيكا سنترال، انما هنا إيسنتريك يعني قريب شوية من الأبر. جلايكوجين فاكيولز هنا بتكون موجودة ولكن بتكون واحدة بس، هنا بتكون كبيرة وظاهرة. طبعا دي تفرقة مهمة جدا سواء في السيست أو في التروفوزويت. هنتكلم بقى على الجارديال لامبيليا أو الترافيلر دايريا. طبعا برضو بتحصل ترانسميتد او بينتقل المرض ازاي، من الفيكل اورال روت، يعني بيكون حد لمس الستول والستول ده كان فيه تروفوزويت او سيست وبعد كده نقله للبق سواء بالشرب او الاكل، او مثلا دبانه حصل ان هي نقلت كانت واقفه على الفيس واتنقلت على الاكل حد كله في كونتامينيتد حصل له ايه انفكشن. السيمبتومز بقى ايه الاعراض اللي ممكن يحصل نلاقيها للبيشنت اللي عنده جيرديا او الجيرديس؟ بيكون عنده ابدومينال بين، يعني دايما عنده الم في البطن، سيفير دايريا عنده اسهال بطريقه كبيره، فلاتولنس عند انتفاخ وفوميتنج ومل القيء، ولوس اوف ويت يعني عنده فقد في الوزن. كمان لما نيجي نفحصه في اللابوراتوري بيكون اما الستول كمان بتاعته بيكون دايما اوفنسيف يعني ريحته وحشه، بيلين كولر يعني اللون بتاعه فاتح، فاتي ووتر يعني الووتر بتاعته بيكون فيها شويه دهون. التروفوزويت في الستول بيكون دايما بنلاقي في الستول لما بيبقى فيها دايريا بيكون التروفوزويت هو ده اكتر فرصه ان احنا نلاقيه فيها، انما لو كان سيمي فورميد يعني او فورميد يبقى ما بينفعش ان احنا نعمل دايركت ميثود، بنستخدم على طول التكنيك التاني اللي هو الفلوتيشن باستخدام الزنك سلفيت زي ما احنا خدنا قبل كده. ده هنا الفرق بين السيست وبين التروفوزويد، دايما بلاقي السيست بتاعه مدور وبيبقى فيها تون نيوكلاس على الجانبين. التروفوزويد بنلاقي فلاجيلاتا وموفمنت سريع، ده بنعرف على طول ان هو جارديا لامبيليا، وهحط كمان فيديو بعد كده.